بما اننا لسه مكملين مع بعض في اجواء كاس العالم اللي نقدر نوصفها بالمجنونه بسبب المفاجآت الكتير اللي حصلت فيها الغير متوقعه، زي خساره وخروج منتخبات كبيره من فرق اقل منها في التصنيف، واحداث تانية كتير جدا مستمره مع الاجواء اللي بيعيش فيها العالم كله مع الساحره المستديره. الموضوع بدا يخش في الجد خلاص، وخلاص وصلنا دلوقتي لدور المجموعات، خلصنا دور المجموعات ووصلنا لدور ال 16 واللي بيخسر بيروح. عايزين نحط ايدينا كده على اهم كام حاجه حصلت في المونديال لينا كعرب وطلعنا بيها من البطوله اللي بتتلعب لاول مره في بلد عربيه اللي هي قطر، وقد ايه كنا حريصين على اننا مش بس ننجح تنظيميا ونشجع كوره، لا كمان احنا بنقول ان احنا كعرب مع قطر اننا قدرنا ان احنا نقدم نفسنا للعالم بصوره حقيقيه عننا، عن هويتنا، صفاتنا، عاداتنا، تقاليدنا، كل حاجه بتخصنا كعرب. بالظبط يا هند، كلامك حقيقي جدا، واول مره احس اننا كلنا كعرب متحدين مع بعض، سواء مصريين، توانسه، مغاربه، قطريين، سعوديين، كلنا بنشجع بعض وبنساند بعض، واقفين في ظهر بعض. ده بالنسبه لي من اكتر اللقطات المهمه في بطوله كاس العالم 2020، ومخلاه ليه طابع خاص مختلف عن اي كاس عالم اتلعب قبل كده. وحتى لو تلاحظي كده من قبل ما البطوله تبتدي كان في جدل كتير، ازاي من قبل الماتشات ما تبتدي، جدل من مدربين، جدل من جمهور من بلاد كتيره، ان ازاي البطوله هتتعمل في بلد عربيه. كانوا شايفين ان البلد العربيه دي مش هتبقى قد المسؤوليه ولا مؤهله لاستضافه العرب من كل دول العالم ولا تامينهم، لكن اللي حصل من اول يوم ان قطر بجد اثبتت للعالم كله ان الدول العربيه تقدر تعمل اي حاجه وتنجح. ومن الطبيعي ان اي دوله كانت هتتحط في الموقف ده هتحاول ان هي تبين، تقدم احسن ما عندها، تلفت الانظار ليها، تبروز ثقافتها، وده فعلا اللي حصل وتم بشكل بجد تخلي كل عربي يبقى فخور جدا باللي حصل. ده حقيقي وده حاصل فعلا، وكلنا فخورين جدا باللي قطر عملته. قطر كمان استغلت الفرصه دي احسن استغلال، انها تقرب شعوب العالم كله من بعضها، اجبرت العالم بشكل حضاري جدا انهم يبصوا على العرب بشكل كويس، يعرفوا ثقافتنا المختلفه، يتقبلوها، واكدنا ليهم اننا بنسعى للسلام، وهو ده الهدف اللي عايزين نوصله من المناسبات اللي زي دي ومن الرياضه عامه، سواء بقى بنشر عاداتنا، تقاليدنا، مفاهيمنا، افكارنا وارائنا اللي قدرنا ان احنا نوصلها لكل دول العالم. يعني مثلا شفنا اميره من اللقطات المهمه اقامه صلاه الجمعه على استاد ملعب احمد بن علي، الملعب اللي استضاف مباراه ايران وويلز، وقد ايه كان في احترام من الكل لمناسك الصلاه من الجميع. حقيقي. العيله البرازيليه كمان العيله كامله دخلوا في الاسلام وخرجوا وعبروا عن سعادتهم بالقرار اللي خدوه بعد ما شافوا كل حاجه تخليهم يعتنقوا الدين الاسلامي، وده اللي بياكد عليه اننا عندنا حريه التعبير وعندنا حريه الراي عكس كل الاستيريوتايبس اللي بتتقال عن العرب. بالظبط يا هند، بالظبط. انت عارفه كمان يا هند، يعني لو بصينا من بدايه حفل الافتتاح اللي وصفها العالم كله بانها بجد تاريخيه، بدايه من قراءه ايات قران في بداية الحفل، وبعد كده شفنا الميكس الجميل ما بين غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة القطري، واللي كانت قصته أصلا نفسه مصدر إلهام ناس كتير، مع الممثل الأمريكي الشهير مورجان فريمان. ده بيدل طبعا على أننا ضد التنمر، ضد العنصرية، ضد كل الحاجات اللي بتتصدر لنا من أفكار وبنتهم بيها من أفكار. طبعا غير فقرات، انت عارفاني بحب الغنى والرقص، غير فقرات الرقص والغنى على طريقه التراث العربي، يعني الحفله بكل تفاصيلها كانت بتاكد على احترام الثقافات، تمسك الدول العربيه بتراثها وهويتها، وده اللي المفروض يكون فخر لكل عربي. من الحاجات المهمه جدا اللي قضت عليها البطوله، الحاجات المهمه قوي 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 كمان، ان احنا قدرنا نقضي على الاستعلاء الغربي والالماني خصوصا على العرب، بعد ما قطر والدول العربية كلها حذرت، رفع أعلام وشعار الانحلال الجنسية جوه الملعب. بالظبط، وبره الملعب اتمنع، كل ده اتمنع لأن دي حاجة احنا كلنا ضدها وعمرنا ما نتقبلها، وزي ما شفنا اللي حصل طبعا مع منتخب ألمانيا واللي عملوه خلى العالم كله يكون ضدهم وشمتان فيهم بعد خروجهم من كأس العالم، لأن انت في الآخر جاي بلدي وبتلعب على أرضي، يبقى لازم تحترم قوانين وتحترم عاداتي وتقاليدي وكل اللي بيحكم بلدي، زي ما انت بالظبط بتكون عايزني احترم كل حاجه في بلدك، فلازم انت كمان تحترمني. فدي من الحاجات المهمه جدا اللي حصلت. مظبوط، وكان حاجه غريبه بالنسبه لي انه الاقي ناس من الغرب بيحاولوا ان هم يكسروا
قوانين في بلد تانية غير بلدهم، لأنه إحنا ما تعودناش على ده. غريب. يعني كانت بالنسبة لي غريبة جدا جدا. على المستوى الرياضي بقى، خليني أقول إن كمنتخبات عربية مشاركة في البطولة قدمنا مستويات هايلة ومشرفة جدا جدا جدا. السعودية تكسب الأرجنتين بميسي، تونس بتكسب فرنسا بطل العالم، المغرب بتكسب بلجيكا وبتتعادل مع كرواتيا. يعني رياضيا المستوى اللي وصلنا له في النسخة دي من كاس العالم كان كويس جدا جدا جدا. أعتقد أن منتخب مصر لو كان شارك ما كانش هيقل عن أي منتخب من دول. بس خلينا نتكلم يا أميرة برضو عن قائمة المحظورات أو الحملات اللي نشرها المغردين على تويتر لاحترام ضوابط المجتمع القطري والمجتمعات العربية، اللي كان منها طبعا حظر المشروبات الكحولية، الألفاظ الخارجة والحاجات أيا كانت اللي مش بتتناسب مع ثقافتنا كعرب. في ناس اتضايقت وقالت ده حظر الحرية واعترضت، بس أنا شايفة أن دي رسالة واضحة وصريحة أننا كعرب لدول العالم أننا مش قليلين. إحنا مجتمعات مهمة، إحنا مجتمعات ليها صوتها وصوتها عالي ومؤثر. كلنا إيد واحدة، كلنا مع بعض. من وجهة نظري أن إحنا كعرب كلنا محتاجين بطولة زي دي تجمع ما بيننا، خصوصا وأن الرياضة زي ما بيقولوا عليها هي القوة الناعمة، أداة لتغيير وتوحيد الشعوب، وبتخلق دايما 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 الأمل، وبتحسسنا بالفخر لما بيكون عندنا بطولة زي دي على أرضنا. بالظبط يا هند، كلامك مظبوط.